سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اذا كيفاش نحسبوا معدل النجاح بالنسبة للثالثة اعدادي؟ هذا الفيديو هذا غير باش نبشركم ان الامر ان شاء الله بسيط وانكم ان شاء الله غتنجحوا بكل سهولة في السنة الثالثة اعدادي، لان الكثير من التلاميذ كيسولني على كيفاش نحسبوا معدل النجاح. اذا تبعوا معايا، الامر بسيط جدا. اذا معدل النجاح كتدخل فيه المراقبة ديال الدورة الاولى والمراقبة ديال الدورة الثانية والامتحان المحلي والامتحان الجهوي. اذا بالنسبة للمراقبة الاولى عليها 15% والامتحان المحلي ديال الدورة الاولى عليه 30% النسبة المئوية، وحنا نشوفوا معنا كيف نتعاملوا مع هذه النسبة هذه. بالنسبة للدورة الثانية كذلك عندنا فيها المراقبة الثانية اللي عليها 15% وعندنا الامتحان الجهوي اللي هو اللي بقى لكم الان وعليه 40%. اذا اش كنلاحظ؟ المراقبة الاولى زائد المراقبة الثانية 15 هي 30%. اذا المراقبتين بزوج كيساويو الامتحان المحلي، والامتحان الجهوي عليه 40%. اذا الامتحان الجهوي هو اللي عليه اكبر معامل، لهذا خصنا ان شاء الله نجيبوا فيه نقطه زوينه. بطبيعه الحال من خلال الفيديوهات اللي خدمت معكم في القناه، الملخص لجميع المواد والنماذج الامتحانات الجهويه وما الى ذلك من فيديوهات اللي هي مفيده، ان شاء الله غتحصلوا على نقطه ممتازه، والجهوي يكون هو السبب ديال النجاح ديالكم ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبه اللي ما جابوش نقاط زوينه في المحلي وفي المراقبه الاولى والثانيه. اذا نشوفوا كيفاش كنحسبوا المعدل ديال النجاح بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي ككل. اذا المعدل ديال النجاح كيساوي معدل المراقبه المستمره الاولى زائد الثانيه كنضربهم في 30، ثم احنا ناخذوا امثله، ثم معدل المحلي كنضربوه في 30، ثم معدل الجهوي كنضربوه في 40، وهذا الشيء كامل كنجمعوهم وتنقسمهم على 100. ناخذ مثال، مثلا عندنا التلميذ احمد جا في المراقبه الاولى والثانيه 15، اذا المجموع ديال المراقبتين هو 15. المحلي جا فيه 14، الجهوي جا فيه مثلا 13، واضح؟ اذا فالمعدل العام غيكون عندو على هذا الشكل، واضح؟ اذا المراقبه الاولى زائد الثانيه اللي المعدل المجموع ديالهم بجوج هو 15، يعني نشد المراقبه الاولى زائد الثانيه ونقسمهم على زوج. مثلا جد في الدورة المراقبة الأولى 16 والثانية 14، 16 زائد 14 هي 30، نقسم على 2 هي 15، واضح؟ ونضربها في 30، زائد المحلي جا فيه 14 مضروبة في 30، زائد الجهوي جا فيه 13 مضروبة في 40، وهذا الشيء كامل غنقسمو على 100. إذا النتيجة غنلقاوها هي 13.9. لاش نزل من 15 و 14؟ لأنه جا في الجهوي غير 13، لو أنه جا في الجهوي 14 كانت تكون عنده 14 وزيادة، واضح؟ نفترضوا انك انت دابا بغيتي تعرف شحال خصك تجيب في الجهوي، فلا بغيتي تعرف شحال تجيب في الجهوي غادي تجي تحط هنا اكس، واضح؟ مثلا واحد تقول انا بغيت نجيب 15، اذا تكتب هنا 15 وتقلب على هاد اكس هذه، مثلا تقول بغيت نجيب 16، تحط هنا 16 وتقلب على اكس شحال خصك تجيب في الجهوي، واضح؟ بغيتي تقول بغيت عنجح بغيت نجيب 10، غتكتب هنا 10 وتعوض هنا اكس وتلقى اكس، يعني تحل المعادله، واضح؟ لان عندك جميع الاعداد الاخرى. ناخذ مثال اخر ديال واحد التلميذه اللي عندها نقاط ضعيفة، تلميذة مثلا آية غير مثال، مراقبة 13 المحلي 8 الجهوي 11، إذا غنعوضو كما شفنا قبيلات. إذا المعدل ديال المراقبة 13 في 30، الأولى والثانية من طبيعة الحال، ثم المحلي 8 نضربوها في 30، ثم الجهوي 11 نضربوها في 40، ثم نقسمو على 100 وغنلقاوها لأنها خدمت في الجهوي مزيان، إذا جابت أكثر من معدل النجاح اللي هو تيكون هو 10، إذا جابت أكثر من 10 إذا راه نجحت. واضح؟ إذا هذه الطريقة ديال حساب معدل النجاح، وإن شاء الله الامتحان غادي يكون سهل هاد السنة هذه، لهذا خدموا داكشي اللي خبرتكم به في القناة، خدموا الملخص ديال المواد كاملين، راه كاين في القناة ملخص جميع مواد السنة الثالثة إعدادي حسب الإطار المرجعي، وخدموا معايا شوية نماذج ديال الامتحانات الجهوية، وتبعوا معايا الفيديوهات اللي كنحط ديال المقالات وما إلى ذلك، ديال الإنشاء وديال التربية الإسلامية، خدموا معايا داكشي كامل اللي كندير، وإن شاء الله غضبطوا الأمور ديالكم ونجيبوا نقاط ممتازة. إذا بالنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.